السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، صبحكم الله بالخير. والهويات أبوي ماتي إلا يوم الإجازة، يوم الخميس والجمعة. سارت العرب البحور وآز أبوي هلب السمج ما يحصلون ودام، والسبب شو؟ الشمل والهويات واختلاف الوقت هذا فمحدد الشي البحر. فيتم يسلم السمك ابوي على حاله، يتم ابوي على عمل بحره في بحره، يولد ويتكاثر وغد بخير وسهاله. ومنيون السماميج، منيون السماميج القطو ما خلى واذنه في البحر. اي والله هذا حين نصيبهم هل بالبحر السماميج، السماميج هي نعم سماميج اللي قرب البحر سماك، واللي في وين النخيل بيادير، وليه في البر بدو 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 وبيادير سماميج، ثلاث نمونات العرب. بعد شو شيء مخترعين، شيء اخترعين حين هلا امس واليوم، كان كاصول سماميج وبيادير وبدو، ثلاث نمونات في النص ما شيء، في النصيف ما شيء. هاي ثلاث نمونات العرب كلها، كلها العرب ثلاث نمونات، سماميج اللي هم قرب البحر، وبيادير اللي هم ابوي حل بالمزارع، وبدو اللي هم في البر. ما شيء رابع يقول لك نحن ابوي مودرن وكلاس وما ادري منو وبابي ومامي وكم، ويعني بالهاي يتكلمون صرب ستهم انجليزي، هذا كل شيء، هذا كل شيء اشياء حديثة. هذا صدقي هلا خبرناكم عنه، هذا ابوي العلم وهذا الخبر، لا تدورون شيء اخر. نمونة رابعة ما شيء، سماميج وبيادير وبدو. الله يحييه يا ابو محمد، ايش حالك؟ هاي طال عمرك هدية بسيطة حق عمتي، طال عمرك من شهرين ما شفته، يستاهل ان شاء الله باكر من يصوب وبنسلم عليها. يا بالله الهدية البسيطة، شو رايك؟ هاي شيء فنان فوق عنه. الله يحييك، مرحبا، يحييك، تستاهل. ابو محمد السلام عليك، كيف الحال؟ شوف جدرنا شو قايل. ما عندك ثقه يا محمد؟ لا اثر عليك اخوانك. لا لا ما عليك يا مروايد. طبعا ما بطبيخ حسين، طبيخ ابو محمد. الهامور كلنا يعرفه، ولا يبالي رمسه ولا يبالي صدعه ولا يبالي ديانه، هامور رقم واحد. يعني في حول من، حول من بيتسوى ان شاء الله فوقه، بيتسوى مكبوس، هذا كله معروف. ما شيء لنا حينه ما خبرناكم عن الضروري، هذا الكنز اللي لقطناه ابوي في بطن الهامور. شفتوا بالله عليكم الشحن، كم انت ثمين يا الهامور، كم أنت سمين، كم أنت سمين، كم أنت سمين يا الهامور، يا حافظ عليك، يا حافظ عليك، يا حافظ عليك وعلى منقف ظاهر ابنه، حافظ عليك وعلى ميفرتن أنت يا ومتنتي وظاهر منها، وين ربيت وين جيت وتنتيت. ومع الخباط فهدو خباط، لو كان عند محمد خباط، خباط خباط ما قبقوب أربع خمس يا أبوك. هذا الكنز، هذا الكنز اللي أظهرناه من بطن الهامور، الشحم اللي في الدنيا كله فيه شحم. وبياح، بياح مشواي اليوم، وقابط، قابطة وحدة بعد بسيركم القطنة، قابطة وحدة وبياح على ما تشوفونهم ما شاء الله. شيء كبار ما بغينا نسوي من الكبار، قلنا بتغدي لحمة عرده، لكن هذا بيح بيحات، هذا بيايح حنتين الحمد لله، وقابطه وخباط وهامور. ولقطنا جد، بغيتهم يسوون جد ما طاعوا، قالوا لا نحن ولا منكله ولا غاوي الجد، لكن هم بعد غياض فيهم بعد غير نمونه. هذا حينه المالح بعد، حتى ما شو بتسوي محمد المالح؟ يسوون فقاعته تحت العيش مالح، مالح الأول هبل الحين. شو تعرفون متى وقت المالح؟ وقت المالح الله يحفظكم، يوم يكون البحر خب،
يوم يعرفون باكر بيصبح ابوي شمال ولا هويات وما شيء ابوي ودام في البيت. قالوا ابوي اظهروا مالح ويظهرونه المالح ما بالصبح يا مروبة راعي البيت تمر بالمالح في الليل قبل الحشر بعشر ولازم يتظهر وينغسل ويتودن بمبارد. ويوم يعدي الفير صبوا عن الماي الاولي وصبوا عليه ماي غيره وعقب الضحى بعد صبوا عليه ما غير شبوا الملولي فيقوا عنه وصبوا عليه ما ثاني. هذا عن المالح ضروري على كل حال مالح ما بيظهر يعطون اوردر المالح الصبح ولا الضحى. قالوا حق الطباخ سو مالح ما شي فايده عسب تخوز عن الزفره ويخوز عنه الملح لانه مرزوم ملح ريج ما في ماء فكيف يفتش الملح؟ الملح ابوي ما يفتش الا لازم يكون مودن من في الليل 4-5 ويوه يغسل ويصب عليه ماء جديد 4-5 وديات فيجون عنه يصبون عليه ماء من يده جديد. يوم يعدوا نهار ثاني سووا الاشياء طحمسوا بغوا فوقه بغوا برياني بغوا تحته على هو بغوه مطبا بغوه مرقه بغوه مطفي كل شيء يستوي المالح عليكم. شوف سهيلي شوف سهيلي شو سوى ها سوى نكود نكود من الرمل ها شو بالله عليكم يبل يا ربي ما شاء الله عليك يا سهيلي هي والله مستعيبنا من اللي يظهرن الأوامر يتحرن المالح وزادها يقولون أبوي المالح غير في بيوت العرب عن بيوتنا نحن لازم أبوي غير لازم المالح غير في بيوت العرب لأن العرب تعطي أوردر المالح وطلبية المالح من في الليل يطرونه يخبرون أبوي عمالهم بشاتيرهم ولا كان هنا ويتخدم مالح المالح ما يظهر من البيب ويخدمونه هايش الساعة لا المالح أبوي يظهر من في الليل أسبتي غادي فنان وريحة خنينة وغاوي ولا شيء شراته. السلام عليك بعوشة. Good morning. How are you? أهلين أهلين. وين الشباب؟ بحر مرزوق مرزوق البحر. هي حافظ مرحبا يا حي فضل الله حي من تزهيب أوطاني الغضيلت به قدر والله احترام ويا هنو شاني لينير الحوش والفل والحشا منهو بأفلاني لي بقلبي باني ينحل ما يخلف واحد ثاني اللي يتخبرون عن شو معنى عقاب الحرمة هاي اللي توني حطيت لها على هاي خدمة اللي ما تتشاهد خبزة الخميرة وان هذا الخمير اللي كان بليوت هذا العقاب قلنا لها دوات من يدخلت في دورة في 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 مطبخ البندرة عند طبابيخ البندرة البندرة اللي هي كتيبة مالت الجيش كتيبة الجيش الطبابيخ مالهم يسم المطبخ مالهم يسم مطبخ البندرة والطبابيخ طبابيخ البندرة أي الطبابيخ اللي تطبخ هل بالجيش هل بالوحدة ثكنة العسكرية لها مكان يأكلون فيه مكان يتجمعون فيه الجنود والضباط هاي يسمونها البندرة. البندرة هي المطعم أي يعني صالة الطعام هل بالجيش قابها هاي اللي مطرش الخدمة هذه اللي ما تتشاهد انها تتودى ابوي عند طبابيخ البندرة يعلمونها ويخبرونها كيف طريقة الخبز الصح. هذه هي هذا دواها هذا عقابها ويكون قيض موت الطير ما يطير في شهر 6 لو 7 بعد ويا ليت عاد يكون ظاهرين مناورات عسكرية خارجية في سيح في صبخة ويكون الخيمة بس فوقها الطربال من فوق نايلون ما ببعد من خلق ولا شعر لا ولا خيش لا طربال نايلون وطباخهم على حطب مطللين بنايلون ويودونها هناك يا ابوك تتعلم هذا دواها. احنا ابوي من اصبح لين نمسي
يا غدايه يا عشايه، يا عشايه يا غدايه. تغدينا وتعشينا وتعشينا وتغدينا والدنيا مطرجه. ترى احنا يا بالله نحن هالنمونة كل هالعرب، من تتغدى حاته وشو يتعشون، من يتعشون حاته وشو بيتريقون، من يتريقون ها شو اليوم الغداء، وعلى هالمنوال شو تبون العرب تسوي؟ العرب شو بيسوون غير هالمهر؟ ما في شغله عندنا العرب، يعني اقصد الوادم الناس شو يعني بيرمسون عنه، شو بيفكرون؟ بعد ما فكرت في بطنك شو في بتفكر؟ اهم ما على الانسان بطنه. هي نعم بعد شو انا اروح بطيني، بطيني درجه اولى جالس على السيف على الكرسي انا وراشد بن سالم، وعقب ابوي ريولي تعقلت رويلاتي ان شاء الله حادني، بسير اتمشى شوي. جيت الحين ها بيت قوم علي سالم، كلهم صايرين طرف هذاك من الفريج عند هاليتم، كلنا نقول اللي صاير عند اخته واللي صاير عند امته واللي صاير عند امه واللي صاير عند خالته، الدنيا مطرجة. وانا خليت ابوي اني اتخفف روحي اتمشى اتمشى عرويلاتي. هذا علي سالم باني هالفله حق ولد خليفه، الى الله يبلغه في معرس يا رب العالمين يحفظ اللهم. هذا بيت هاك البنياء الغاوي مسوي له فوق شيء فنان شاهد. ان شاء الله القط المفترض اصور لكم اياه من الداخل، ان شاء الله اني القط الناطور بصوركم من فوق، شيء جميل من فوق مسوينها على تكاليف البنيان الاولي، شرات بنيان البروي والحصون. صديق صديق قرب الله، صديق صديق وسماخ الكلاب. اميل اسكم علي سالم، ميل اسي غني يا ليل شو ما زينه. بسم الله الرحمن الرحيم. مشيت كم مشيت؟ صديق صديق السلام عليكم، شو تسوون؟ هذا حق مسجد هذا. اي بارك الله فيك، بارك هدية بودي برياني دياي. من يسوي؟ هذا طباخ هذا كبير، هذا طباخ كبير. السلام عليكم. هذا في لبن بعد هذا. اي زين زين. وين صديق؟ يا سباق مربي لي خالجني صديق 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 يسافر؟ اسبوع ليه خطف شايفنا في المسيد؟ اسبوع واحد اسبوع فيه موجود صديق؟ ايه الله يحفظه. ترى موجود من زمان هذا بنيانهم الاولي، لكن ما بضك البحر. هذا البنيان بين وبين البحر تقريبا 300 متر. هذا البنيان الاولي، بنيانه الاولي. وهذا البنيان عاد فريجه، هذا البيت الحين حق ولد خليفه. مرة حطه مرة ضك البحر في وجه البحر. وين هاي الصالة اللي تحت؟ هاي دريش وهاي دريش مسكرات عادة. وهاي اللي تحت غرفة نوم، وهذا مطبخ تحضيري. ايش تحرونهم انتوا عيال قباس؟ والله يا ابوك ما حد يروم عليهم، ما شاء الله عليهم. حيينا خذ. يستاهل الخليفي، يستاهل يسكنه. هاي صالة. هذا اللي ويتهم ركبتها ثرياته ودنياها. هاي شبريته وهذا حمامها. يا سلام سلم. ايه هذا كله بوي تصميم خليفة خليفة ابو خلوف. لبو هذا لبو اللبو اللبو كله تخطيط اللبو. شوفوا ها وين تبني تحت صوركم. يا سلام سلام. يوم توايد ولنا الدنيا بويك حتى الوين خطفتنا هني ها لما صور لكم من تحت دوري. شوف المكان ما زينه. هاي ابوك روح هالغنا، هذه اللي يطرون هالغنا، هذه هي الغنا. اللهم لك الحمد. عاد هيا ستشتاء، هيا ستشتاء يوم وقت البرد يدخلون داخل خيمه البحر خيمه الشعب بضيانها وصيام لالها وعلمها وخبرها. يوم بيض ضيفانها شفتوا المطبخ اللي طورت لكم اياه. يا محوار بحوار، يا محوار بحوار نعقر ودار في هاي الجذور. وحين على ما تشوفون هاي جلسه روح يا ابوكم طول. تهنيت 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 يا خليفه بن علي بن سالم في هالساعه.
ركن الفنان الغاوي. أيوة حد هناك عالي البيب ما شو طراد ولا شو هذاك؟ لا والله هيك البحر هناك مزبد حد حد ويلطم أبوي في البيب وما بيضه الدنيا ترى. هو هاي الحين هذا وقت المالح، وقت المالح الحين يوم البحر خب ما حد رام يصير يجيبوا فيستخلفون الله ويقولون أظهروا مالح اليوم خب شمال ما شيء ما شيء ودام أظهروا المالح. وفي مقولة أخرى يوم يشوفون بيت أكثر عن شخص عور فيه من حرمة من رجل قال من كثر ما تأكلون مالح أنا ما أدري شو صلت المالح باللوادم اللي فيهم عور. أحيد الإنسان الأول قد يعور عين صحيحة وعين خربانة من شوك النخل البيادير أغلبيتهم الأول مقلت لا حيلة فقارة يطعزهم الشوك النخل في عيونهم فلذلك هيهم العور عيونهم عين وحدة تنجد عظم هلا عين. يلا عاد أنت حتى الباب مغايض زين يعور البنادم ضربت ان شوش في الخلاو في عينه شوش النخل انزين او انه سبحان الله سعوق في عينه ولا مرض ولا شياته الله سلط عليه انه يعني عين وحده تخف والثاني صاحيه او انه عيون بهنتينها صاحيات او بهنتينها عور او عمى اللي هو منو هاي ودر نعال نعال فنانه اللي ما يهون امرها معقوقه في هالمكان. هاي ابوي هاي يوم يقول لك ها دليل البطرة هذه البطرة سمعتوا بها البطرة هذه هي البطرة ها نعال ما يهون أمره يديد لنك لنك تصيح اذنيك يا محسن ما توته النعال لهالنمونة لأن حتى فيه يطرق لا حليلة لا والله سوي سوالف. هي رد على موضوعنا موضوع اللي تلقطهم الأول واحد عينه مجدودة ولا فيها بياضة تعرف ان هذا إذا ما في مرض ولا شيات ولا عوق ها فقير يكون من اللي نبته ولا نخيل ولا شياته وجده عينه شوكة ولا سعفه ولا شياته وسبحان الله تي إصابة في العين يغدي عور وهذا شيء رب العالمين ياجره إن شاء الله عليه. شو اللي خلاني هالسالفة اليوم ترى سالفة تير سالفة شو بتسوي عادة ما شيء موضوع هب إنه ما شيء موضوع من ضمن المواضيع يعني هاي من ضمن المواضيع الحمد لله الحين اللواد أبوي ما حد يتبيدر عند حد العمال وايد والدنيا مطرجة الحمد لله والحين متبيدير الناس فكت الله فك العرب متبيدير تبيدير واللي يتناخذون على البحرية الحمد لله الحين كل هد عزمت أبوي كلها نواخذه أبوي نواخذه وكلها الحمد لله الحلال ومال وخير ورزق من الله سبحانه وتعالى. هي نعم والله اللي بقعت فنانة وزينة والتمشي عليها ما شي شرطة تمشي على على هالسيف الغاوي هالمكان الفنان ما شي شرطة الواحد يفرع عن خاطره. أنا ما تعيبني ضوضاء المدينة ضوضاء المدينة تعيبني يوم في عندك أسبوع كامل ضوء حين اظهر فرع عن خاطرك طالع شرق غرب عندك دونك منك إليك. يلا ما زيل لظلتها الناريلة يعلم زرعها والديها محرمين من لهيب جهنم. هي نعم وي 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 يا سلام سلام شو بقولكم الفاقة مكثرها من الصبح. أنا ما أقول فئات الناس تتكون من ثلاث فئات سماميش بدو بيادير هذا المجتمع الموجود السابق يعني حين سوى التطور نحن ما علينا حين من هالموضوع والله لا تقول سماميش قول سماشة أو لا تقول بحاحير قول بحارة يعني حين شو المشكلة يعني القصد انفهم والمعنى وصل شو هذا لا تقول شي قول شي لا تقول شي قول شي ذاك لهالدرجة شي فاقة لهالدرجة ما شي شغل ما شي ضمنه ما شي مهر واللي يقول لي والله نحن بمحمد طرشنا لك كرد دعوة وانت
ما قريته، ما فتحته. هل هذا حين اللي يطرش دعوة على سناب شات يعتبر هذا إنسان صاحي؟ السناب شات في الدقيقة الوحدة يجين 1000 رسالة، في الدقيقة الوحدة 1000 رسالة، وأنا فات عسبتين وادم لي من غير هذا بالسوشيال ميديا اللي أنا أعرفهم صدقاني. يقول أبو محمد نحن ما نفتح الخاص، مسوي للك ولا نرد. قلت ليش؟ قالوا نحن ما بنوب نقرأ رسائلهم، وما قرينا انقرينا وما ردينا واويلا، وانقرينا وردينا واويلا. يعني دميت كلني السمك، غفيت كلني الطير، شركت خدني بدر، غربت خدني عمير. دميت كلني السمك، غفيت كلني الطير، شركت خدني علي، غربت خدني عمير. يعني هاي مصيبة. أصبح التواصل الاجتماعي هبل سيف ذو حدين، سيف بو قنبلتين. ان دقيت ان رديت على العرب انقموك، وما رديت انقموك، وان يك رسال وما قريت رد انقموك. احنا حد من العرب فاهمين ابوي مفهوم السناب شات بالطريقه الغلط. يطرشون يتحرون هذا جروب على الواتساب، باروم ارد عليه هنا. ابوي ما روم اسكنت، ما روم اني باروم اوبل ارد على الرسائل كلهن. انا ارد على اللي اشوفه قدامي، اللي طارف رديت عليه وعندي جواب، واللي ما عندي جواب لا حول ولا قوه. ما بيلس افسر، توني من الصبح حوار دخلت صيد حوار صغيروني ما ادري ويا منو، ظهر لي قرون. ندمت اني رديت عليه، ندمت تندمت اني رديت. وصل بعدين الى مرحله المعاير، وصل الحد الى مرحله المعاير. شوف اقولكم، اول بادي معاير وطريقه التسميه وما ادري كيف، وصل بعدين الى مرحله المعاير. يعني لا نحن ملوك من استوينا، نحن لا يقال عن أصولنا بيادير، ونحن لا نحن أهل نخل وأهل ما أدري أطيان وما أدري شو. العمدان المياه تمشي في نخيلنا. أبوي برايك أنت في نخيلك شتباني أنا؟ وليش تعاييني أنا؟ شو على هالأساس ساعات يقولك السكوت عن نقط خير من رد عليه؟ هاي أبوي ناس فضوليين، ولهالدرجة متفيجين مرة ما عندهم أي شغلة، أي شغلة. مثل هذا اللي عاي، والله هب من عوايدنا أن الرجال يوم يرضي حرمته يرضيها، بغت ترضى مرحبا، ما بغت بيت أبوها يسدها والله ضام منها من قبل خلي ضمها الحين. هاي رمسة بالله عليكم، هاي ما برمسة عقال. أن رضوة الحرمة من استوت الدنيا، الحرمة يراضونها، والحرمة اللي بيعرس عليها ريلها وبياخذ عليها شريكة جديدة لازم ياخذ لها شيء كبير، شيء كبير ينخذ لها الحرمة. بعد هذا في السلك، الحرمة يوم بيعرس عليها ريلها لازم ياخذ لها صيغة من الصيغ الكبار، واللي ياخذ لها سيارة، واللي ياخذ لها فلة، واللي ياخذ لها شقة، واللي يعطيها بيزات حسب مقدورة. وحد منهم شيء من الحريم روح تيوز الريل، هي نعم لتعيز عن الريل تيوزه وحد تنهير وحد تتنقاها. هاي مستوى الدنيا. والحرمة من تطمح أرضوها الريايل، أرضها ريلها، ياب عيال عمة وخوالة وعمومته، وساقوا عليها ياها وساروا البيت عند أهلها وأرضوها. يوم الريال يغلط على الحرمة صار أرضاها ويابها، ويوم ما عنده أبوي بيزات ولا عنده شيء يدفعه، الأول الريال يرضي الحرمة حتى بشتلي على كتفه، شل بشته وقبع به الحرمة بس رضت. ما تظهر الحرمة فاضية من بيت أهلها يوم يرضونها، ما ترد فاضي، ما تي بيته وهي خالية. لو أدنات اليوم ما عنده شيء تشبع حبشته، بشته تشبع حرمته ويابها بيته. هذا مستوى الدنيا، ها سلك العرب. أنا شو لي خسر أبوي هالي قرقع وقرقع وقرقع وقرقع. مستوى الدنيا هاي شيء معروف، واللي ما يعرف أبوي وهذا ما سنعوه ولا دربوه ولا عرفوه ولا عاش ويا العرب ولا عرف السلك ولا السنة ولا السالفة، هذا أبوي برأي. حتى اللي بيعرس بياخذ حرمة جديدة على حرمة أم عياله، بياخذ حرمة ثانية إن حرمتي يعني ما بصاحي ولا مريضة ولا عايزانة عن تقوم مهام البيت، ولا عايزانة عن الريل ما فيها وشاب على الريل، ما تروم على الريل، عايزانة على الريل ما بصاحي ولا شيء بلاها. نشت أبوي ويوزت الريل، روحت نقالة ينش الريل، روحه وياخذ لها شيء. بعد الحرمة الأولية لازم ياخذ لها شيء، حتى الريل يوم بيعرس لازم ياخذ حق حرمته الأولية شيء. هذا سلك العرب من سوى الدنيا. أنا ما يخصني في اللي جاي من عرا وبرا ولا يعرفون للمعاني ولا يعرفون المذاهب، أنا أرمس عنه الصح الأولي
ويقولون الحرمة تطمح والريال ياود. الحرمة من تطمح الريال ياود، سار وياب حرمته. يطري الريال هو ريال، ما أطري حين حد من الريال عشرة منهم ما يمزرون محارة. عطري الريال اللي هو ريال عصمن لي شام مصنان باط، الريال اللي فيه خير، الريال اللي يصدر ويورد وعلى كلمة عجد راي، ريال سنافي هاي يسمونه ريال. ولا أبوي اللي ما يمزرون منهم العشرة ما يمزرون محارة، أبوي كل واحد منهم يدور أصلا السبب على حرمتها تزعل، وانزعلت والله ما يعاود ولا يدريبها. شو بقول لكم، أمور وايدة. يمي الاستفسارات تتي وايد أسئلة. توه واحد طفش اللي فقير من أمريكا يقول لي والله يا أبو محمد يوم تصور وانت في البحر، هو عراقي مقيم في أمريكا، يقول يوم تصور في البحر كأن عايشين وياك. أنا كم يسوى هاي الكلام عندي أنا؟ والله يا أبو كأني مالك الكون كله. كم يسوى؟ رديت عليه بفيديو ورد علي بكلام طيب فوق ما تتخيلون. نعم، ما بني رديت عليه بس إلا شي كتاب، لا صورت له فيديو ورديت عليه. ويقول لي معته هلي عنده في البيت عيال ما أدري عاد منو يطري، ويقول استأنسنا وفرحة والله اليوم شافوا الفيديو ها موجه. أنا يا أبو هذا أبحث عنه؟ أنا شيء غير أبحث عن إسعاد الآخرين؟ لا والله. كم حصل من الأجر؟ أنا على فكرة مليونير، مليونير من الأجر. كل هالعرب اللي مبسوطة مني هذا كله حصل أجر إلا من الرمسة هالكثر. من ضمن الأسئلة هاي حرمة البنية هاي اللي ترمس أو ريال، والله ما أدري حطيت هذا شخبطت على الاسم. فالسؤال إنه كيف تدخل بيوت مني والطريج؟ نحن كبيئة في، أنا أتكلم عن جماعتنا يعني هاليتنا وصدقاننا واللي نعرفهم، نحن هني كلها بوي البيوت وحدة. هذا بيت عم، هذا بيت ولد خال، هذا بيت نسيب، هذا بيت صاحب الصديق اليار. نحن بيئتنا تختلف عن الناس اللي غير، اعتقد يعني لان وايد الناس اللي يتعيبون كيف يعني هالنمونة انتم متخلانية بالعرب. هاي بيئة الامارات، بيئة هالامارات تختلف عن اي بيئة في الدنيا العودة، مميزة. على ما عشت انا وشفت من يوم انا ياها لين اليوم، خطف ثلثين العمر من يوم استويت لين اليوم، كل هالعرب متخلانية. يعني هذا يدخل بيت هذا، ياكل عند هذا، ما في. الحين طرشت لي تقول نحن يا اخواننا ما ندخل بيوتهم الا مستأذنين ومواعيد وما لا 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 ابوي. هذا الشيء انا اللي اشوفه، انا اللي اشوف هالشيء، انا ما اشوفه الحين موجود. هذا كان عند حد غير يستوي، لكن انا اشوف العين اللي اشوفه والجماعة اللي تشوفونهم ويانا في سيراتي وياياتي، حتى هاللي أصورهم في العراس تشوفون هالأمم لا إله إلا الله. شفتوا أمس عرس القبيسات، هاي عرس القبيسات والظواهر، لا مجد أبهاتهم ولا أمهاتهم، بيوت هالعالم كلها طلقة ليل بنهار. هذا يدخل عند هذا وهذا يأكل عند هذا بدون موعد ولا بتليفون ولا باتصال. تعالوا درعم وكل واشرب وتقهوى وسولف وضحك، والدنيا كلها تصبح لبيوت من عقب ما يتريقون. شيء فالة الضحى، لفالة محطوطة، حدية ولا محدية؟ المساء بعد لفالة محطوطة، حدية ولا محدية؟ ناهيك على الريوق والغداء والعشاء والدلال التخالف. هذا سلك هالدار؟ ما أدري الناس والله حد من المستغربين كيف هذا الشيء، كيف يعني أن نسير عندهم من غير ما نخبرهم. هي إذا أنت نفسيك عدلة أنك بتسير، نحن أنا مثلا بسير عند حد شفت حايس ويهه بعرف إنه عنده ظرف، يعني سبحان الله سبحان الله، يعني عنده ظرف. ما بقول حايس ويهه أسب إني أنا جيت، لا. إذا أنت من نوع المرن سر وتعال، إذا أنك أنت مش مرن لا تسير حق العرب مني والطريج، لازم المعاملة بالمثل. إذا أنك بتسير عند الناس وبتتحمل اللي بيجيك منهم، في احتمال شيء عندهم ظرف ولا شياته، أكيد إنه شيء بلاهم، فلذلك تقبل الوضع. هذا السلك الأول. الأوليين هبل حينه، والله ييتم ما لقوني بال، زعل، استوت زعل 3-4 سنين. والعمر بوي كم؟ 3-4 سنين في بوي لبهانس، شيء بسيط العمر، العمر بسيط لازم الواحد يتمتع فيه. هبي يتزاعل 5-6 سنين
وعقب 6-7 سنين والله أنا فهمتك غلط يا خسارة الخمس ست سنين هاي، لك اللي طافن على الفاضي طافن على الفاضي 5-6 سنين يا خسارة، ما في فايدة، ليت اللي جرى ما كان، ما يستوي، لازم الإنسان يكون مرن يعرف الليلة واللي عليه ما عليه. هود قالوا اهدأ قرب، دخل وسوله ورمس، حتى ما قالوا له قرب عرفوا ان حد عندهم حد خاطر غريب ولا شيء، تريا بيقربوا به في الميلس في الحوي عند الباب، يكون الانسان مرن هذا مرحبا بوسه. سبحان الله ترى الشيء بالشيء يذكر، شفتوا الريال هاللي حط الكابتشر مع صورته، هذا امس انا ساير دار التنميه والاقتصاد تحت الدائره شيء ما ادري شو اسمه، اتوقع يمكن تم او فزعه او ما ادري شيء من هالقبيل، هالرجال صورته وانا داخل اعتقد تم، اظني تم هذا اللي انا زرته البارحه بزايره تم، ساير فوق التنميه والاقتصاد عند قوم راشد بن سالم، حتى راشد بن سالم ما يدري بني دخلت عليه على غفله، صار عندي رخصه اخلص. المهم ما بهذا موضوعنا، موضوعنا اقول لكم انه الرجال هذا صورته فيديو شيء بسيط، والله يا ابوكم وحين صار اصلي يمكن مئات اذا مش الاف فمئات المسجات اللي جت تشكر على هالرجال، انا ما اعرف اسمه حتى والله، تشكر عليه وعلى حسن كم هي العرب اللي تطريف الزين هالرجال، والله حتى اسمه ما اعرفه، انسان خلوق يقولون ويربع حافي ومنعل للي عارفه واللي ما يعرفه، حافظ عليه هالرجال سبحان الله يا اخي، لا دمي حد وحد منهم والله يا امس صور عام الاول صورت رجال قبيلي، بقولكم مليون رسالية مليون رسالية كل هدم فيه متفقين على قرار واحد ان نصاب وان فعلته وتركته ولهم عند حلال ويطالبونه وياكل حلالهم وانا هالمدة كلها ما اعرف انا ادنى تدون، وسبحان الله مش واحد ولا بعشرة عشرات ان يطرون في الشر، وهذا وحين اتذكرت سبحان الله مثل ما في الدنيا اشرار الدنيا فيها اخيار، يا غير نسبة الاخيار 99%، والله استعيرت الحين عاد طرى علي وايد يوميا الرسائل اللي تثني على الناس اللي اصورهم او تعليق 90% من الايجابيات، انا عادة ما اصور الا الناس اللي احس انهم معدنهم طيب واعرفهم زين ما زين يعني، وبيني وبينهم صداقة وبين أهلهم وبين عرفهم زين ما زين أو توني يتعارفوا يا لكن ذو محترم، الشخص اللي يحس إنه محترم أصوره، لكني لابس لبس خليع، حرمة لابسة لبس مبعدل، ياهل لابس شيء مش مرتب مش نظيف، ما أصوره ولا بصور الإنسان اللي يتكلم كلام مش نظيف أو يتكلم يستخف دم بطريقة مش مؤدبة أو يدوخ أو شيء بلا إذا صوره ما أحب أصوره شيء، أنا من الأساس ما أحب أظهر الشخص إلا وهو لابس أحسن هندام ينطق أحسن كلام، لأن هذا أصبح التواصل الاجتماعي شاشة عالمية تشوفها المبغض والمبغض، وباشر حد يقبض لي قبضة يقول لي كيف تصور الفلانيين ولا ليش تصور ما ادري ايش، وان شاء الله حادني ما شيء كالف يعني ما شيء كالف المراه، يلا غايه الحين ابوي انا بتسبح الحمد لله ومتزهب الحين بتمسح وغايه الصلاه ناخذها هناك عند فريجه. صورتكم لون كندوره لازم في الشمس حق يبين، شفتوا بطلع عليكم اللون؟ ها لون بستاشو، لون الفستقي، لا تقولوا ما شيء لون فستقي، شوي لون فستقي، ها شوفوا ما زينه رقم واحد، تدروا عاد كم عمر الكندور هاي؟ اعطني 7 سنين شي خواته كم وحده. محمد وين سمج ريدي مشواي؟ بسم الله الرحمن الرحيم. ايوه 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 يا الرياح، يا سلام سلم، يا سلام سلم على الرياح، شو هذه غنيالين الرياح يغني، شوف الشحن شوف الشحن شوف الشحن
ونقول لكم اللي واحد عمي عليه هذه في الشحم هو يصار في الشحم هو يصار في الشحم اسمع بعد هذا خباط كان عند الخباط الخباط ما زينك يا المقلب ما زينك يا المقلب حبوب الراس ريدي فوقه ريدي مشبوس في مره واحده يلا محمد يا باللي هديه شكرا محمد ثانك يو يا باللي هديه يا باللي هاد قبقوب كان حار يا محمد ما بروم لحين اصبر علي ما زين بالحلقة القبقوب يوم مقلى لذيذ والله سبحانك هي والله فوق عن اوكي بعد نعمت الله كلها زين اللهم لك الحمد انا ما زينه ترشي غادي يتخرفش حاف واللي يخليه زين المقلى ان السمكه طريه سمكه سيده طازه فرش هاي الساعة دق الحديد وهو حامي ملح وكركمه على طول على طول لك غراف الله يحفظكم مشغول المالح ايوه حطيت لهم يابس تحت محمد ايه اشكر فنك ايوه هذا مشغول المالح ماشي شراته مشغول المالح مالح ماشي شراته ما زينت معي المالح ما زين ريحة اللون اليابس هي اللي تخلي الريح العطرية رقم واحد يغدي اللوم اسكت يا الله عليك ما تسكت ليعدل المالح لازم في كل طبخة لازم اللوم اليابس شيء من الطبخات تحتاج لوم اليابس ملبب وشيء من الطبخات تحتاج لوم اليابس بكبارة مثلا المشغول في قاعته المطبن المطفي لازم يكون اللوم اليابس ملبب ولو وقت معين وقت حط اللوم اليابس حق تبين ريحته اللوم اليابس ما في اي وقت له توقيت معين اللوم اليابس من يصير ويحمر البصل احمر مرة قدالك 70% من حاجك انت له عسبت بن ريحة اللوم اليابس هايش الساعة ينحط اللوم اليابس ملبب لازم تلحقه الدهنة اذا ما لحقت الدهنة ما فاحت ريحته ولا طلعت عمه لازم تلحقه الدهنة بدون ما تلحقه الدهنة انسى انك تستفيد من اللوم اليابس في حمسة المشغول والمطفي وفي قاعته والمطبل هذا على كل حال هذا فوقة الهامور يسألونك عن الهامور اللي عليه رضوان من الله أقول هذا هاي ها وقف أبو القرطاس أيوان 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 شو هاللي تشوفونه حين هذا البني اللي فوق ويه الجدر هذا أنا معلم منه من تسير وتصف السمك فوق مرة قبل مقمش العيش هاي الساعة تسير شو تسوي تحمس السنوت وليليلان الليليلان أكثر عن السنوت وتنشى الله يحفظكم قبل ما تسكر الجدر تذر على ويه السمك ها مو فوق فتازم ريحة الجدر فنان الحين لو تروحون اللي أنا أروحه والله يا أبو خلا تتخبلون أخبار ريحة الحين الرم شو من يغلي زين لكن يغلي زين من النظافة ما بيغلي زين من الزعفران والقناد والمسمار ولا لا 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 هذا كله ينحط لا اللي عدل الطبخ النظافة والترتيب توقيت متى ينحط مثلا الفلفل الحمر متى تنحط الجرفة متى هذا كله لمواقيت معينة شفت أهم شيء السنوت والليليلان يتهنهن مرة يتهنهن لين غادي حمر ورضرضوه ما طحنوه بمكينة لا ترضريط وينشل يندر دور ما دار الجدر من فوق ويتقرطس زين ما زين ما يتنسخ ويخلونه على ضوء هادي لين يصير الحين هاي صحن للحريم ها صحن للريايين من كل شيء هذا لأنه خذ العود يا سلام يا سلام يا سلام ما شاء الله بس 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 خل باجي حنهم بس نقول هالمواضيع لجل بنات في البيوت يعرفون كل هالعرب تطبخ
وكلها تسوي فوق وكلها تسوي مشاخيل كلها تسوي بريء، لكن جليل اللي عرف متى ينحط، يقولون والله نحن حطينا في الوياء بس لكن ما ظهرت ريحته، ما تظهر ريحته ليش؟ لأن التوقيت غلط، كأن التوقيت مش صح أصلا، توقيت يستوي صح متى؟ إذا تحط كل شيء في وقته. السلام عليكم. يا رجال يا رجال صدقه يا ريال سعيد رد مات ايش انا الله تابو لا لا لا, لا هذا حقي يعني. وين اروي لا هذا مصور لا لا هذا لا 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 يا سلام يا سلام لا منك لا لا هذا اهم شيء ابوي هل مبروك هذا ما حد تعال تعال شيل شيل نحيس 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 ها اللي ما كلب ويمهل ايوه ايوه تحر ادمي 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 يا سي وايد عليك ايش حسين شعفار شوف صواطه البارحه حرام عليك والله ان مبهول طابخ طيب ها ما بكفير مهاك الرم انت شفت اسبوع اسبوع والله ولا يعرف يطبخ والله ولا يعرف له حسين شعفار عرف يطبخ زين انت ترضى عاد ولا على هواك احمد سلام عليكم سواريو مسوي لك متيت بصر زين عبد يا سلام يا سلام سعيدي سلام عليك كاشف عبد الله اليوم وعبد الله ما شاء الله اي حافظ يا حافظ عمر عيوني يا ريال عمر من راش يا راش عن المالح لا بد والعذر طعم تقول خاطر عن خاطري اول عمر بن يابنه وين جايكم هلال جايين عند ابو حميد عبد الله غرير ابوي والله والنعم والنعم بعد ابو غرير ابو له له بغايا اللي يباله هي نعم اللي يباله عنبو ولا انا عنبو حتى اني ما عبد الزايد انا ياره عنبو انت انت تبع كل شيء هي نعم ابا من كل شيء انت غيره تخيره ايش ترى جايين لك تبعك ما يعني من عيان كلهم ترى لهم بغايا لا لا لهم بغايا بس وين يبوني اللي حيث ان يبالك ودالك ابوي لين هناك لين بيتك في المشرف ونحن اليار اليرانه ما طرشنا خوصه ما شفنا ما شفنا من نار شرار هذا ولد من عيان نحن ما شفنا ابوي من نار شرار ولا تطرش اذنه من عرفت لي اليوم زين لسان وجليل احسان وانت رشد له شيء بس يسد اني سلمت عليه ودي سوالف يا الله يحفظك يا ابن عويان احنا يا ابن عويان شفيت عليك بالمالح لكن ابوي لا تطرش يا ابوي اتني اخبار انك مطرش حق الاعداء وانا ابوي لا طرش حق الاعداء ابوي ما ابى يطرش لي انا على الفضله لا ابوي ما ابى كان الله الغني الحين بعدها لو ما حطيت يدي فيه ما بصكه ما بيدي حيله يا اتني علوم مودي ابوي هناك عند الاعداء تعال شوي تعال ليش يخلي هذا لمونه ماي هالكثر؟ ليش يخلي هذا لمونه ماي؟ بنغالي؟ خرب الله يوم أقولكم وغاد فيه وغاد شر فيه هذا محمد البنغالي هذا وغاد الدنيا كلها فيه هذا فقير يعدل ويزين ويرتب ويخالف هذاك ويكود مياه حق شو يستوي تعفن في الزراعة وتموت عسب يستوي صك وحك بين المعازيب وبينه هذا أقولكم شو بقولكم؟ ماله صديق ماله ها شو فضحت معلهم الفضيحه اكثر عن هالفضيحه والله الحمد لله رب العالمين مشكله مشكله انا يلا بسد لنا لا تحب من رمي ولا شيء شيب ابن احمد هذا راشد بن سالم وهذا هلال بن محمد وهذا مرزوق بن محمد وهذا ابوي الغواص الامارات الاول راعي الكتب وراعي المؤلفات محمد بن عبد الله بن الشيب القبيسي هذا احنا نحط لكم بعد صوره اللي خبرتكم عنها مكمل وما نزلنا صوره صار يهدي المعازيب كتابه الغوص والمعلومات الحين بننزله مره ثانيه ما ادري بكم ما خلص بقعه يلا الحين بننزله ماشي ويبعد ماشي ها فنتير في الخور عينك عليه بس اللي هالنمونة على الخيران من بعيد لبعيد الأول يغوص حين أبوها من عرس لا يدش البحر ولا شياته استوى أبوي يطيح مرة مرفوق عليه ها حش عليه ما يروم ايوه يدل حين سوى بفورمان يدل العرب وين يقول وين
ايه لا ولا تيه ولا غادي مطوع الا وقت الصيد. اذكر والله صخوا لا اله الا الله احير بتضرب سبيكم السمك. اذكر والله ما يغدي من هالنمون الا يوم يطيش البحر ومن يظهر على البر. والله يا ابوك ما يذكر الله استغفر الله. اي والله انا من متى هذا الزبوت اللي يصيحون الزبوت يا الزبوت الزبوت يا الزبوت هذا يبعد ابوي عن ابو ظبي 250 كيلو ويبعد عن السلع ما يقارب 100 كيلو وعن جزيره تصير بنياس 30 ميل بحري وعن جزيره دلمة 70 ميل بحري ويزر ابو ظبي ما يقارب 200 جزيره تقريبا 200 جزيره أغلب الجزر كلها محمية أغلب الجزر كلها محميات منطقة فنان وهادي في منتهى الروعة منطقة ولا أروع عنها شيء سبحان الله. شوفوا هاي السطوة حين اللي بين الزبوت وبين الشويهات هاي من تثبر الماية تقطع العرب تمشي عرويلاتها بحر يوزة يا غير من تسقي الماية تخطف ناقلات نفط بلاد فنانة. الكلام هذا موجه للناس الغرب اللي ما يعرفون خصوصية هالمنطقة. المنطقة هذه كلها لها خصوصية خاصة، هاي كلها بملكية خاصة محمية، بيوت أوادم، بيوت عوائل، بيوت ناس، فما حد يرضى أن حد يجي قرب بيته أو يدخل في محارمهم أو محرمهم. هاي محرم البيت الشبش هل تشوفونه كل شبش هذا محرم في عوائل، فما يرضى ان حد يوقف حتى عدال بيوتهم اهليه. هذا ابن عم هذا اخو هذا ولد خالة هذا نسيب هذا عم هذا يد هذا خاله يعني كلهم اهليه هاي بعضهم ما بعض، فما يرضون اي انسان غريب يجي قرب بيوتهم. هذا للعلم ضروري ان الكل اللي بيزور الاماكن كان داخل البلاد ولا خارجها ما حد يزعج حد، كل يمشي في حال سبيله. على مد النظر وانت جاي كل تشوفون هالقراطيس السود شوفونها وانت ساير الله يسلمكم منو القراطيس مخلفات الكشاتة الفنانين اللي زقرت الكشاتة الفنانين اللي من يتكشتوا خلصوا كشتتهم لفوا ما فضل عنهم وحطوا بوي في قراطيس كبار ما زباله وحطوا على قارعة الطريق. اتي سيارة منو اتي الله ملك الحمد الحكومة تسرح سيائير الكشرة في كل مكان وتلقى طبوي الخياس مال الكشاتة كله يا غير لميمع ما بتلقط المنثور ومنشوح على كل البقعة وكل صباخ وكل النكاك. يا ربي البحر البارح مثل هالوقت مثل هالوقت طهف البحر قادم زبد بيضفن وحده والحين شوف ما شاء الله هاي يقول حد من العرب شرات البحر ما له أمان غدار يوم حد شراته يوم يغدي أبوكم كلب ميدع هي نعم حد من العرب ساعة ما حد شراته وساعة يغدي كلب مقطف لذاني نعم يغدي كلب مقطف لذاني حد من العرب ساعات وساعات ما حد شراته هالنمون البحر يوم طايح ها والباحر شفتوا مزبد غادي ابيض لا اله الا الله الباحر شو غادي البحر يطرى الشر ليعاد. ابي تخليها اصورك ولا لا انت قول تشيز ما بتقول تشيز بسم الله مستوغد ابوي وليدك هذا شو هي شوف بلاك تقطع يا رجال ارمس انزل انزل من السيارة الله يحفظك الله يا جايبين مخصوص الوليد حق نصوره وشد ان يوم يا غايض قال لا انا ولا منصور ابوك اللي خليني اودر الاولي والتالي وي هالجو اللي ياخذ العقل هالجو
هالجو اللي ياخذ العقل، هذا اللي يخليني اركض. ها بقول لكم الزبوت، والزبوت شوفوا هذا الزبوت فتش، ترى ما بجريب فتش من عندنا نحن، ثم ما يبين. وهذا الفريد شوفوا مع زينة غادية، هم من الصبح العيال هني، عيال الجماعة كلهم يزيروا على دراجات وزوزات ورابتر وما ادري شو، ولا لا لا يعني مبسوطين. هذا المتنفس مالهم غارة، حد يسير شوي، حد البحر، حد ليوة، حد العين، ما شاء الله بقى ابو ظبي وايده تبارك الرحمن، ابو ظبي بقعها وايده، يسيرون غياثي، المدينة، الختم، سويحان، بقع وايده وايد وايد، السمحة كلها كلها بقع، وين ما يصير على مد النظر، على مد النظر. جاتني دعوة وقبلت الدعوة، والدعوة بتكون تاريخ 28-29-30 من شهر 3 شيء معرض في فندق شنغريلا. قبل المعارض بحضور معرض فاشن افنيو راح يكون بشنغريلا، المقام في شنغريلا ابو ظبي من تاريخ 28 مارس. ابو ظبي انتظر شوفتكم. ما حطيت لكم الفيديو اللي الحين الله يحفظكم تاريخ 28-29-30 من شهر 3 ان شاء الله شيء معرض، بيكون معرض اكيد راح يكون مميز من تنظيم شركة الظبي للمعارض المعروفة، معارض الراقية، زبائنها المميزين، مش اي زباين يجون المعرض هذا، لا زباين مميزين فنانين ورقم واحد. يكون المعرض في فندق شنغريلا أبو ظبي، مصممات جايات من الهند، مصممات جايات من الإمارات ومن كندا ومن بقع وايد يعني، وخليجيات، ناهيك عن اللي من دولة الإمارات اللي أرقى عن الأولي والتالي. مصمماتنا الإماراتيات حازن حاليا ويابن الناموس في تصميم أحدث الموديلات وأرقى التصميم البوتات والمعارض في الدنيا العود حاليا. بناتنا نحن تبارك الرحمن في السويتات وفي الأكل وفي الشرب وفي تصميم المعارض وديزاينات البوتات، روحن روحن سوالهن سوية، وناهيك عن الموديلات اللي يسوونهن والأكسسوارات و كل شيء في ما يختص بالجمال، في جمال المرأة وجمال لبس المرأة وديكورات المنازل والطب، في كل شيء، في كل شيء الإماراتي حاليا ما شاء الله ماخذ الأول في الأول. ناهيك عن المشاركات من عدة دول في هذا المعرض المميز. شركة الظبي للمعارض شركة معروفة قديمة راسخة في التنظيم وفي الحضور وفي طريقة العرض وانتقاء العارضات، انتقاء العارضات وتصميم المداخل للمعارض وطريقة ترتيب الورود يعني كل شيء يختص في جمالية المرأة وأشياءها الخاصة فيها، كل بك القطنة موجود في هالمعرض اللي أنا بحضره إن شاء الله، بحضر الافتتاح شيء طبيعي يعني قبل ما يجين المدعوات، وبكون سرت يعني إيه بحاول يعني إني أخلص أصور قبل ما يدخلن الحريم، لأن المعرض خاص للنساء ما بل الرجال، وأنا بحضر كافتتاح، مش افتتاح، تصوير المنتجات وارويهن للعرب قبل ما يجون، تشجيعا بأنهن يوصلن ويحضرن. كل ما تعرفون أنا ما أسير حق أي معرض، ما أسير إلا للمعارض المميزة، أسير للمعارض المميزة مثل شركة الظبي للمعارض وأمثالها الكثير ما شاء الله عندنا من المعارض المميزة والشركات المميزة اللي هي أنا أسير لها، لأني ما أسير إلا للمعرض الزين واللي فيه عارضات زينات واللي فيه محتوى معروضات أشياء تستفيد منها البشر،
للمدارس، للبيوت، كديكور، كمعلومات عامة، كأشياء تجميلية، أشياء للنظافة، أشياء لكل شيء، لكل شيء، كل شيء يختص في المرأة وفي البيت وفي المنزل وفي المدارس وفي محتويات المنزل، كل موجود في المعرض هذا والمعارض المشابهة اللي أنا أقوم بزيارتها. ما أسير إلا للمعرض المتميز فقط، واللي فيه العارضات المتميزات. نعم نعم، إذا الله جعلنا إن شاء الله من الحيين تاريخ 28 و29 30، بكون حاضر وبقدم الدعم بكل ما أملك من قوة لجميع البوثات الموجودة، للتاجرات المبتدئات والصغيرات والكبار، حتى اللي جايات من آخر الدنيا. بقدم العرض وبعرض محتواهن واللي موجود عندهن واللي جايباتن، حق العرب أبوي كل يستفيد من اللي هن جايباتن. هبلة مني والطريق تشك وتشك في مال، لا تعرفون الطريقة. في أنا يوم أسير معرض أثليه فلاي، أخليه مرة أظهر عنه، شفتوا اللي مقرمش الشيء تقرميش هنمونه، ما أخلي شيء ما أصور، ما لأن كل شيء بيتصور، لأن كل شيء راح يكون مميز أصلا، لأن اللي يقبلونهم في المعرض هذا لازم يكون مميزات ومعروضات، أشياء مميزة اللي بتنعرض، أشياء تكون مميزة. المؤكد شيء أكيد مفروغ منه أني بكون في قمة السعادة حضوري معرض لدعم المشاريع المبتدئات والتاجرات الصغيرات والتاجرات أبوي الكبار والصغار والمصممات القديمات وليدات كلهم إن شاء الله. لا وبشيركم، كان وما زال يوجد بوثات جاهزات يترين مشاركاتكم. نعم يوجد بوثات ما زال لين الحين في وقت، في متسع من الوقت للعارضات اللي بعدهم ما حجزن بوثات في المعرض هذا اللي هو معرض شركة الضبي. والله سبحانه وتعالى يوفق إن شاء الله، هل بالمعرض وليه مدعايين في المعرض وليه مدعايين للمعرض. دعوة وقبلت الدعوة، والدعوة بتكون تاريخ 28 29 30 من شهر 3 شيء معرض في فندق شنغريلا. طبعا للمعارض بحضور معرض فاشن افنيو راح يكون بشنغريلا، المقام في شنغريلا ابو ظبي من تاريخ 28 مارس ابو ظبي. انتظر شوفتكم. ما يبال كلام، معروف الوجه إلى هين، إلى أين الوجه؟ صيد صيد الليل الحين، صايف الليل. إيه دعت الله الفريج. محمد يلا أمنو هذا أكبر صدق طيارة صدقية دوكم. هذا شو حاط على عمره؟ هذا يعني اللي ضرب فيك ليت يعني تبين بعيد. انزين هلا وعوشه. سلام عليك. سلمت. كيف حالك؟ يا ربي مصغروني عدالك، مصغروني عدالك. يو بارد البحر. انزين يلا عاده جاكيتك انت غير نمونه، هاي مال يدخلون الادغال يتخطرفون في الشوارع على سبيل البق فيه. ايوه مال لا يرفريج، مال لا يرفريج. ايوه ايوه ما شاء الله علي. ايوه احنا فنسي عن هو البارد. انتوا الخير هاي جماعة
أيوة. أبوي الحمد لله تكللت الرحلة بالنجاح الحمد لله. شي يصير زوين زين 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 لا ييتك عم ما تقول ما ييتك قيس ودام الحمد لله. هي والله مسوينا حمر ليش رومانسي يقول لي حق ما تبغى اصورك زين البلد ما اكلمك عرش بلقيس هذاك وين عرش بلقيس هذا عرش بلقيس اللي على البحر ما ادري على الماء قالوا عنه هذا هو. والله يا ابوك البرد اللي في الدنيا كله الحين موجود ها بري بارد هذا وقت الحين بس يوم ضكينا البر يعني تقريبا 2 ميل او ميل ونص بحري يانا هاك البري اللي خلاك تتقرفط وحين الدنيا مثلجة ياو